ولنقاش ملف ذكرى احتلال العراق ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة إسطنبول تركيا الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، شكرا لكم. دكتور، بعد مرور 16 عاما على الاحتلال الأمريكي للعراق، ما الذي جناه العراق وما الذي حققته الولايات المتحدة من غزوها؟ طبعا نحن أمام ذكرى أليمة لا يمكن أن نتحدث عنها إلا بألم وأسى ومرارة، وحقيقة شيء مؤلم حينما نتذكر العراق قبل هذا التاريخ ونرى العراق اليوم. العراق كان دولة يعني يشار لها، واليوم العراق في الدول المتقدمة في الفساد، في الخراب، في الدمار، في القتل، في التهجير، وهذا الأمر يحز في النفس ولا يعني يدفعنا للحديث، لأننا نتحدث عن عراق يعني عراق كان بالأمس شامة بين الدول، لكن يبدو أن الكارهين للعراق كثر وهم الذين أوصلوا العراق إلى هذه المرحلة. العراق قبل 2003 كان دولة على الرغم من كل الضغوط الموجودة التي مورست ضد البلاد بشكل أو بآخر. حينما نريد أن نتحدث عن احتلال نتحدث عن الدم، نتحدث عن القتل، نتحدث عن الشهداء، نتحدث عن المهجرين، نتحدث عن المعتقلين، نتحدث عن الذين تشهد المقابر على جثثهم المجهولة ولا يعرف ذويهم أين هم الآن. نتحدث عن مأساة حقيقية خلفها الاحتلال الأمريكي. يقولون خطيئة، أي خطيئة هذه التي خلفت أكثر من 1.5 مليون عراقي قتيل؟ في هذا الصدد، بالحديث عن الخطأ وبالحديث عن الحصيلة المؤلمة، كانت هنالك تصريحات لنائب وزير الخارجية الأمريكي السابق ويليام بيرنز، قال فيها أن الغزو الأمريكي للعراق ولد من غطرسة إدارة بوش. ما الذي كانت تريده إدارة بوش أو تريد إثباته من خلال غزو العراق، لسيما وأنه ارتكز على أسباب خاطئة وواهية؟ لا يوجد غطرسة في السياسة الأمريكية، يوجد تخطيط، يوجد يعني تخطيط استراتيجي، وبالتالي هم قالوا أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، ثم هم قالوا أن العراق لا يملك هذه الأسلحة، وبالتالي ما نراه اليوم هو هذا هو مخطط له منذ مرحلة ما قبل الاحتلال، وبالتالي الأمر مرتب، الأمر مخطط له. أمريكا استعانت بالكثير من الدول من أجل غزو العراق. ماذا يعني أن يقول يعني بلير أنني أعتذر للعراقيين عن غزو العراق؟ هل يعيد هذا الاعتذار؟ الولد لأمه هل يعيد؟ الزوج لزوجته هل يعيد؟ الأب لأولاده؟ القضية قضية دمار أمة، دمار شعب، دمار حضارة، دمار بلاد. أمريكا درست حقيقة كيف تدمر العراق، دمرته بالسلاح، دمرته بالعملية السياسية، دمرته بأكذوبة الديمقراطية التي سحقت العراقيين بدباباتها. أظن أن القضية قضية مدروسة، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة، وهو في نظرنا خطأ لكنه في نظرهم هو خطة استراتيجية يراد منها أن تكون أمريكا ثانية في المنطقة بهذا التغول الموجود اليوم. وعليه القضية، أمريكا مستعدة لسحق شعوب الأرض من أجل مصالحها. اليوم نحن أمام نتاج غطرسة أمريكية مدروسة وليست عبثية، وبالتالي هم أرادوا إيصال العراق والمنطقة إلى المرحلة الحالية. هم الذين استعانوا بإيران، واعترف أكثر من مسؤول إيراني أنهم عاونوا الولايات المتحدة على غزو كابل وبغداد، وبالتالي اليوم يدعون أن هناك عداء مع بغداد. سنتحدث بالتفصيل عن الدور الإيراني، لكن قبل ذلك من 2003 إلى 2019، ما جدوى إصرار أعضاء الكونغرس الأمريكي على بقاء القوات الأمريكية في العراق لما يقولون أنه منح الاستقرار والازدهار بعد مرور كل هذه السنوات؟ أمريكا هي التي زرعت الفتنة بين العراقيين، أمريكا هي التي
جاءت بالفتنة الطائفية بين العراقيين، لم نكن نعرف قبل مرحلة الاحتلال، لم نكن نعرف الاغتيالات، لم نكن نعرف ثقافة السيارات المفخخة، لم نكن نعرف ثقافة اللاصقات وغير ذلك من الأمور الإرهابية التي هي جديدة على المجتمع العراقي. وعليه أظن أن الدعوة ببقاء القوات الأمريكية من أجل يعني استقرار العراق، العراق هم الذين دمروه، وبالتالي يستقر من من؟ يستقر من القوى الإرهابية الموجودة التي شجعتموها أنتم وبرعايتكم على تدمير العراق. القضية قضية مهزلة كبيرة تقودها الولايات المتحدة، وأمريكا لن تخرج من العراق إلا بالقوة، لأنها دخلت للعراق ويعني وسحقت العراقيين ولم يبقى أمامهم إلا المقاومة. وأعتقد أنه دون المقاومة، ربما تكون هذه مقاومة سياسية، ربما تكون بشكل آخر، لا يمكن لأمريكا أن تحترم إلا القوي. وعليه الضعفاء الذين انبطحوا للولايات المتحدة حتى على مستوى العملية السياسية لم تقدم لهم الولايات المتحدة أي شيء، وبالتالي أرى أن واشنطن تحترم القوي، وأعتقد أن القوة هي التي تعيد للعراقيين حقوقهم، سواء كانت القوة السياسية أو غيرها من أشكال القوة الموجودة في العالم. نعم، هذه القوة ربما تحتاج لمواجهة عدوين إن صح القول أو صح التعبير، واشنطن وطهران. برأيكم كيف تسمح واشنطن لطهران بالتدخل في العراق في ظل العداء الظاهر، على الأقل ظاهريا، بينهما؟ الملف كله بيد الولايات المتحدة، لا يمكن لا لقاسم سليماني ولا للسفير الإيراني ولا لأي قوات تابعة لإيران أن تتحرك في العراق دون ضوء أخضر أمريكي. وعليه الملف بالكامل هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وما يجري هو برعاية أمريكية. وأظن أن الولايات المتحدة إن أرادت، وأنا أشكك في هذا الأمر، أن تعيد ترتيب البيت العراقي هي قادرة على ذلك، لكن هذه الفوضى الخلاقة هي التي تنفع الولايات المتحدة في هذه المرحلة. وربما إن وصلت الأمور إلى أن المصلحة الأمريكية يعني تتوجب أن يستقر الوضع في العراق، حينها سنرى ترتيبا آخر للمشهد العراقي. أما الواقع اليوم فأعتقد أن إيران ستبقى تلعب بالمشهد العراقي عبر أذرعها الموجودة في العراق، والولايات المتحدة تراقب هذا الأمر ربما لغايات نحن لم ندركها بشكل أو بآخر. ربما هي الغاية لابتزاز بعض دول المنطقة، ربما الغاية لإبقاء من هم في العملية السياسية تحت الكماشة الإيرانية والأمريكية، وعليه يبقى الشعب العراقي هو الخاسر الأبرز في هذه المفاوضات أو في هذه المقايضات بين واشنطن وطهران. شكرا جزيلا لكم دكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول التركية.